ازاي نقول حادي بادي كرنب زبادي بس بالانجليش، وازاي تعمل في صاحبك مقلب ولما يزعل تقول له واحده بواحده يا معلم والبادي اظلم. واخيرا لو حد متعصب وعايز تقول له هدي اعصابك اهدى يا وحش، ازاي نقولها بالانجليش؟ ثلاث تعبيرات اهم من بعض ناخدهم النهارده: حادي بادي كرنب زبادي، واحده بواحده والبادي اظلم، ما هدي اعصابك. تابعوني انا هاني العطار ودي قناه ازاي. لو عملت مقلب في واحد صاحبك ولقيته زعلان جدا وعايز تقول له واحدة بواحدة والبادي أظلم، إزاي نقولها له بالإنجليش؟ تقول له tit for tat، tit for tat. فلما صاحبك يزعل وتقول له tit for tat يعني واحدة بواحدة، it's a tit for tat، it's a tit for tat يعني واحدة بواحدة، tit for tat واحدة بواحدة. تعالوا كده نشوف مع بعض في أوروبا والدول المتقدمة بينطقوها إزاي. Of more tit for tat. Of more tit for tat. 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 The tit for tat. The tit for tat. Tit for tat. Tit for tat. التعبير الثاني. لما يكون حد من أصحابك متعصب أو حد متعصب وعايز تقول له هدي أعصابك اهدى، ما تهدى كده يا وحش، يقول له chill out، chill out، chill out، هدي أعصابك، you need to chill out، أنت محتاج أعصابك تهدى، chill out، هدي أعصابك، chill out. تعالوا نسمع مع بعض كده في أوروبا والدول المتقدمة بينطقوها إزاي. You all need to chill out، to chill out. And you need to chill out and look at yourself. And you need to chill out. Chill out. Chill out. Just everybody chill out, all right? Chill out. Chill out. Chill out. جمّلت من أول سؤال. لو سمحت يا باشا. نعم. السؤال الأول ده أختار واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ أنت بتستهبل. طب خلاص خلاص. أول مرة تثبت التثبيتة دي. كلنا تعرضنا للموقف الليمبي دوت، ان احنا بنختار ومش عارفين نعمل ايه، فاوتوماتيك بنروح نقول حادي بادي كرنب زبادي، شالوا حطوا كل على دي. ازاي نقولها بالانجلش كده حتى واحنا بنهبد نحسس اللي قدامنا ان احنا ايه بنهبد، بس مثقفين واحنا بنهبد. بالانجلش تتقال ايني ميني مايني مو، ايني ميني مايني مو. قولها معايا مره كمان كده، ايني ميني مايني مو، حادي بادي كرنب زبادي، ايني ميني مايني مو. تعالوا نسمعها مع بعض كده بتتقال ازاي. ايني ميني ميني مو، ايني ميني ميني مو، ايني ميني ميني مو، catch a tiger by its toe. ايني ميني ميني مو، ايني ميني ميني مو، ايني ميني ميني مو، ايني ميني ميني مو، ايني ميني ميني Mo, catch a tiger by its toe. If eeny meeny miny mo, eeny meeny miny mo. تعالوا نلخص الدرس مع بعض. أول تعبير خدناه النهاردة واحدة بواحدة، tit for tat، tit for tat. التعبير الثاني اللي خدناه اهدى، هدي أعصابك، chill out، chill out. واخر حاجه قلنا لما نيجي نهبد ونقول حادي بادي، بدل ما نقول حادي بادي ويبقى منظرنا مش كويس، خلي الهبد بتاعك كده ايه مثقف، فنقول ايني ميني مايني مو، ايني ميني مايني مو. الناس اللي بتقول لي انا عايز احفظ التعبيرات ديت، مارس التعبيرات، اكتبها كتير، استخدمها في جمل، قولها مع اصحابك، انزل تحت الفيديو هنا واكتب التعبيرات ديت في التعليقات تحت. استخدامك للكلمه اكتر من مره هو اللي هيخليها تتحفظ بالنسبه لك وتكون سهله.